الجمعة سيودع المغرب شأنه، في ذلك شأن دول المعمور سنة 2015 بكل أفراحها وأطراحها، وسيستقبل سنة جديدة بما تخفيه من مفاجأة قد تكون سارة أو محزنة أو تجمع بينهما. والأكيد أن المغاربة كغيرهم من شعوب العالم يأملون أن تتحقق الكثير من أمالهم وانتظاراتهم. 2015 الحمد لله دازت الحمد لله على ما يرام، في نيفو كوميرسيال دازت مزيان الحمد لله، ونتمنى هادوز على جميع 2016 تكون مزيانه علينا وعلى جميع المغاربه وعلى جميع العالم باسره، ونيفو ديال الصحه والاستقرار. با يكون ديجا الحكومه ما شفناش شي حاجه اللي كانت زعما دابخي هما شنو داكشي اللي قالوا في البروغرام ديالهم، ما شفناش بزاف د الحوايج خاص تغيير ما شفناش، الى 20% خصنا بلوس نشوفوا 100% ديال التغيير كامل. والحمد لله العام داز بخير، كان فيه مسائل كثيره ايجابيه، والحمد لله نطلبوا الله ييسر لنا الامر في هذا العام 2016، يعطينا المطار ان شاء الله يسقينا، ويكون عندنا واحد المدينه تكون عندها واحد الجماليه احسن، لانها عاصمه اقتصاديه وعاصمه ثقافيه. أمل المغاربة جميعهم أن يفتحوا أعينهم على سنة جديدة أفضل من سابقتها، بحيث تتحقق بعض أمالهم وتطلعاتهم على أرض الواقع. يتطلعون إلى سنة جديدة تتحرك فيها الإصلاحات الكبرى وتدور عجلة الاقتصاد والتشغيل. أول حاجة كنتمنى الشتاء هي الأولى، وحكومة مزيانة تكون على حسب القوام اللي كاينة دابا اللي كننتظروها وكينتظرها الشعب. 2015 الحمد لله دازت مزيان، نتمنى 2016 تدخل على الجميع بصحه وسلامه، والاداره تكون تسهل على العيالات اكثر هي المغربيات باش يديروا المشروع ديالهم، ويجيو وتكون لا باباس ان بو موان ديفيسيل باش كلشي يقدر يانفيستي ويدير المشروع ديالو وبالنجاح ان شاء الله وتوفيق للجميع. 2015 كان بخيرو الحمد لله، رساله اليوم سي لو ديرني جور. 2016 ان شاء الله سي كومونسي دومان. تو دابور نتمناو الشفاء العاجل لصاحب الجلاله محمد السادس، نتمنى شي شتي طيح في هذه البلاد هذه، حيت راه غيبات علينا شحال هذه ما طاحت، وان شاء الله نلقاو فرص العمل للشباب اللي كاينين دابايا، وتكونوا يكون اون اوفيرتور المغربيه بالنسبه بزاف ديال المجالات، في الصحه، في التعليم، في كل شيء، نتمناو الخير. هي سنه ستكون حبلى بالكثير من النقاط الساخنه، ستشكل بلا شك منعطفات حاسمة بالنسبة لمجموعة من الملفات الاقتصادية منها والاجتماعية، فهل ستكون الحكومة هنا في الموعد؟